المسيرة. نحن اليوم في مسيرة أيتها السيدات والسادة. مديرية منخرطة في الاحتفالات الوطنية حول الذكرى 47 للمسيرة الخضراء وعيد الاستقلال. دونك عبئنا المؤسسة التعليمية اللي كيشاركوا اليوم في هذا الملعب الكبير ديال الولفة إحياء هذه الذكرى من جهة، وكذلك رغبة في المديرية وحرصا منها على تكريس قيم المواطنة لدى التلميذات والتلاميذ. وبهذه المناسبة كنشكر جميع الفاعلين اللي دعموا المديرية في تنشيط هذا الحفل.